وصلت 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 يا مسلم وصلت. انا ما اصل لين اجيك. ابو شنو؟ ما اصل لين اجيك. اخو العيال اخو الدلة. وين قهوة بيشة؟ وين قهوتكم؟ باحت قهوة بيشة باحت. قهوة ما تبيع قهوة بيشة. اجي من يبيع قهوة؟ صعد المواضيع. قهوة بيشة من يسويها؟ من يسويها؟ انت تسويها؟ انا ما اسويها. من يسويها؟ نواف يسويها. نواف ما يسويها. من يسويها؟ علي يسويها. انتهينا خلاص. قم على سويها علي خلاص. لعب اللعبة وفزنا عليك. الصوت واضح؟ الو الصوت واضح؟ الو الو غناتي ارحبي مرحبا ومسهلا هلا وسهلا يا مرحبا. يقول الشيخ ما يطالب فيهم يوك مرات. يقول الشيخ ما يطالب فيهم يا ابو عايض. شوف الشيخ اليوم الباقي على سبحانه. ابو عايض لبيه بالله. اي صح بغيت اسالك. انا سالت العيال قلت كيف عشتوا يومكم بدون محمد المشرفي بدون محمد بندر وبدون محمد الطواله وبدون عزوز؟ ما اليوم ما بدا لا الحين يعني ما نشوفه يبدا يومنا يعني ليه يطلعوا احنا إيه؟ احنا مصير عاد عسل يمس ما بدا يوم جديد ما بدا لا الحين نهائيا. واذا ما طلعوا الا بكره فيوم 53 اليوم إيه؟ اليوم 52 دائما يمسح من ايام البزنسيه. نعم يعوضون بيوم ثاني ما يعتبر يوم بدون العيال يعني. نعم. يوم واحد بدون الثلاثي بدون بدوننا يوم واحد يعوضون على اليوم هذا. اخ بشاخ اخ بشاخ اخ بشاخ. والله ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر على فراقكم ما اقدر على لقياك. مشكلتك انا فاق لقياك. ما اقدر على فراقكم ما اقدر على لقياكم. ما ادري وش اسوي يا رب افزع لي. ما ادري وش اسوي يا ربي افزع لي. الظاهر اني بعود الظاهر اني بعود وانا مي والظاهر اني والله الشمازعيات يا الربع يا انس صدق باقي شطي هذا ما هو بيوم بدون العيال قسم بيتي. هذا ما هو بيوم بدون العيال يا بني محمد يا بني يا عزيز الطولة المسردي. يقول يوم من بلا محمد ولا محمد ولا محمد ولا عزوز. اخ يا عليان عليان جاء تضربني لا تضربني طقني لا تضربني لبي. انا صدعت انصد اخذك بنادول. ما عم بنادول يروح اسمع يا عيال هل صار الدمع حليه. ها يا عيال هل صار الدمع حليه. اصبر علي عندي سالفه. علي عندي سالفه. الدمع حليه وانا صافيه. هاتي سريبه حلو يا عيال. شوفي زرع خلك وراعيه. هذه معاويده وهذه قليبه. ما حد بقى عينه البارح على ما الراية نمارية واليوم جيتهم علينا صعيبة ومرني بالدرب ومدر حاكيه. عشان ابو سعيد ايش قال يا سلطان؟ عشان ابو سعيد يا ابو سعيد يا لا 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 تسلم على هنا هنا تعال هنا يا ولد ولد ولد. طيب احنا نقول هنا الجهاز المكادة له عندي سالفة بالله يا فارس. فارس ما توقعت منك بس تعال. انا مشيت هزلك الاوله مشيتها والثانيه مشيتها والثالثه يا ولدي لا ابو مبارك شوف اقسم بالله انك صامت. خلاص خلاص حديثك الله يحيي. خلنا نسمع السالفه احنا مرتاحين. انا ابيك ممكن بدون حلف ابيك يا اخي. افرق بيني وبينك. من هو؟ افرق بيني وبينك انت فارس. انس والله ما يفرق غير انت بيننا وبين غلط. الحين امي والله يبطي عنك. امي وامها اصدقاء بالله. هو ثنائي امهات. امي امي ثنائية. كل امي ذرة في المرح. جد من ليلة عندي معاك. يلا. يصير كلم ام عليان يصير الرباعي الحنين. اسلم. طيب الربع. انا طبعا هذه قصة صياح المرتعد مع مطيرة الحمزي الشمري. قصة قديمة وأنا خذيتها يعني من مصادر موثوقة عشان بس ما يكون فيه بس إشكالية في القصة أو يضاف شيء ما هو بصحيح. هذا صياح المرتعد. أيام الجوع وأيام الطوى وأيام القل الناس كانت في مجاعة. كان هو جماعته يروحون وكان من العادات القديمة أن لا طبوا ديرة ولا طبوا يتقسمون. كل شخص أو شخصين يروحون لشخص عشان ما يثقلون عليه. تقسم وراح صياح مرتعد لحد البيوت وخياه كلهم تقسم. المهم يوم جاء صياح
لقى قدامها الحرمة يترحم مرحبا مسر وهي قرط. يوم قرط لا الحرمة تصفق بيدينها ما في شيء. ايه ما تدري ايش يسوي رجالها ما موجود جون ولاحظ هو الشيء هذا وعاين وزهمها. قال وش العلم؟ قالت والله العظيم اني ما عندي اللي قد مهلك. قال ما عندكم يسمونها الودك من اول ما عندكم ودك؟ قالت عندنا بس فاضي. قالت اعطيني اعطيني التركه حقت ودك اعطيني. وهي ميحها ويصرها شوي على النار ويحط يديني فيها ويمسح التنكه ويمسح عصاه ويمسح لحيته ويمسح شاربه ويمسح يديني منه. قال اكرمكم الله. طلع من عندها وقابل اخوياه. واخوياه اللي جاء فلان قال الله يبيض وجهه ما اعطانا شيء ولا ما عشانا. واللي قال كل قام يشتم عدل ايه الا هو. قال اكرموني ومن اول يستدلون. قال هذه عصاي عانوا ودك عليها وعانوا يمناي وعانوا لحيتي وعانوا شارب. ايه لا واحد منهم جوع من طوي طوى. قال بعود الصياح مرتد. قال لا ما تعود مشانا كرموني الرجيم مشانا يبي يعود من أطو. المهم راح جاء مطير الحمزي الشمبي جاء البيت رجع البيت وكان غايب ورجع البيت وتعد حرمته القصة على كاملة. قال جاني هاك الرجال وجاني ومسح يدينا من الودك وراح عرفها عرف وش مغزاه الناس من أول تفهم بعض. المهم يوم جاء له وجايب معه شياه وجايب معه ياسم واحدة من الشياه. قال هذه كرامة مطير الحمزي. لا جاء والشياه هذه تقعد عنده سنين والشياه يجيب الشياه لين جاء لها لين راح يحوشها حوش. المهم يوم طولت السنين يزهمه ولا دوروا للصياح. المهم جاء الصياح قال هذه كرامتك من يوم عودت البيت هذه كرامتك وهذه ما من طول السنين عنها رحت احوشها حوش. قال صياح اما ثلث لاهل البيت وثلث لاهل الديره وثلث لك ما اخذ شيء مره رفض بس قسمها. اي وغنى غنى اللي هو انا والله ماني بحافظها ولا ودي على قولتهم لان قصيده تستدل على قصه ولا ودي على قولتهم اللي يقول فيها يا مرتعد واجبك حق وصابي يا مرتعد واجبك حق وصابي عند الرجال اللي عليهم واجيب سمعتها بحضور كل قرابي ذبيحتك ما ينقع الجود. ايه ذبيحتك يا منقع الجود والطيب لو ما بغينا ما علينا غصابي لا شك ضيف البيت لحق ومصيب جمالة عن عايزات المعايب جمالة عن عايزات المعايب المرتعد عادتك ستر المعازيب عسى فداك اللي يدور السبايب لا قام علق بالمعازيب كليب جربت شينات السنين النوايب والجود من ايه والجود من الموجود ما به تكاذيب ترفع لك البيضة بروش الجذايب عاداتك يا صياح نطح المصاعيب ورد على صياح الطيب بحجاج مشبب وايه الطيب بحجاج المشبب وهايب والحر حر يجذبه للمجاذيب ثلث لنا وثلث لبيتك حلايب وثلث الجيران هم ايه ثلث الجيران هم ولا صاحيب هم العيال اللي تنوف الحبايب لو غبت عنها ما دخل فكرك الريب لو غبت عنها ما دخل فكرك الريب نشميتي مخلوفها ايه نشميتي ما خالفوها الزلايب نعم بها تسوى كثير الرعابيب لو غبت تستر غيبتك وانت غايب احرص عليها يا حصان المطاليب مجرب الدنيا وشاف العقايب تراه ما يشنى ولا يذكر العيب واللي يسب الشبعة البطن خايب
أصل القراء زين النبا والتراحيب. الله هلا. يا سلام يا سلام. أصل القراء زين النبا والتراحيب. والتراحيب. صح نقلك. صح بدل. الله يصح نقلك يا أبو متعب. والله يعافيك. جزاك خير. هذه من القصص الأولين وستر المعجب والكرم والشهامة ورد الوفاء. هذا فيه الشاعر محمد حداري الله يرحمه. الله يرحمه. ما له جنة. هذه سالفته موجودة في اليوتيوب ويعدها بلسانه. يقول معي لوري جايبه من الحساء ورايح ورا النعيرية هنا. يقول وأنا أجي طال عمركم عند جودة. لي خبر جودة حول جودة هنا. يقول وأنا أقف وعيل لي شايبن من هالديرة. يقول وأنا أرتبه معي. إي قال أنا أشر من الظهر ولا حد جاني. يقول نصلح قهواتنا وانت قهواني اياه. يقول ضمياني يبي ماء. يقول ووزيه ماء. يقول اصلح قهواتنا ويوم خلصنا طال عمرك وانا نثر الدلال. يقول ما حطيتها داخل حطيتها فوق اللي معه غمرة العايدي ولا يبي ضايق الرجال حطها طال عمرك فوق السلة. يقول مشينا يوم مشينا طال عمركم. يقول يوم وصلنا دون السرار الدار هذيك. يقول نصفط يمين طال عمركم حزة غياب الشمس ونقول وشب الضو. يقول أنا أطمر فوق الموتر أبي السلة وأدور الدلال ما عينته دور معي. أقول وجلب منا والله ما عينت لها لون. يقول أثرها طايحة في الطريق. يقول ما جودتها زين. يقول وجع الشاي قلت العذر والسموحة قهوتي والله ما حصلت لك قهوة لكن أركب خلنا ندور لنا طال عمرك مطعم ولا شيء. المهم يروحون ويجوا لهم مطعم وياخذون اللي يبون طال عمرك ويرقدون. يوم جاء الصبح وهم صلوا طال عمرك قالوا الحين عاد بنروح للبدو بيتجهوننا. هم يركبون مترهم يوم خلصوا الصلاه ويشوفون لهم بيت شعر. يوم وصلوا طال عمركم الا والله راعيه البيت الرجال ما نطحهم واقف عند عمود البيت والمرأة يشوفونها راعية البيت. هم انزلوا قالوا سلام عليكم. الرجال ما عزمه قالوا سلام عليكم. قالوا عليك السلام. استحوا ويبون يقولون نبي نقلط. قال ما عينت الديرة فلانية هالطريق فلان. قال لا والله ما عرفه ولا جيته. وراعية البيت تقول اعزم الرياجيل. قلط الرياجيل يا فلان. قلط الرياجيل يا فلان. قلط الرياجيل يا فلان. هو يصفطها. هو يصفطها. هم فهموها وركبوا السيارة هم مشوا. تعدوا البيت عينوا لهم حزم. يوم تعدوا الحزم الا في بيت الشعر. الا والله الرجال اللي شاب النارة. يقول يوم اقبلنا على البيت الا الرجال نطحنا. تقل يركض. ما مدانا نوقف إلا هو عند باب الموتر. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يلا حيهم. أقلطوا قهوت انتوها فايحة. قلنا بس هذا اللي جايبنا عندك سلام. يقولوا نحول موتر ونقلط معه ويسولف معنا ويسولف معنا. يقولوا ياخذ المقدعة وتخبرون أول مقادع بعضهم ما فيها غطيات الرماد يجيها. قام فتح المقدعة وشاف فيها رماد ذا ويرفع سنح البيت ويدخله على راعية البيت. قال حط لنا تمر ويسولف معهم يسولف معهم. يوم رفع السناح إلا والله التمر على محله ما حطت التمر. وهو يعيد عليها الكلام مرة مرتين. عقب قال أنا خفلانة. وهو يروح ويحط التمر ويجي والله يده فيها دبس. إلا هم يضحكون هو رفيز الشاي. قال علامكم تضحكون انتم زريتوا علي يعني نقدتوا علي. قالوا لا والله ما نقدنا عليك لكن حنا قبل لا نجيك عينا لنا بيت راع البيت ما قلطنا. والمره تقول اقلطوا 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 يلا حيهم. قلط الرياجيل قلط الرياجيل يا فلان. وانت لقيناك تقلط وترحب ومرتك بارده. اي بارده ما هي حرصنا على الكرم ما هي بحية. وعاد انا قلت الخوي يا ليت المرأة اللي عندها ذاك زوجتك ولا زوجتك هذه عندها ذاك. قال عين خير اللي عندها اختي واللي عندي اختي. شوف الله هذه قصتها موجودة طال عمرك
اليوتيوب قايلها هو. قصصه واجد يا ولد. هذه قصة من هو إحداري الله يرحم الشاعر اللي يقول لا والله إلا راح دور البداوة ودور الرتاب اللي عليها الشنوفي مجالس فيها لأهلها طراوة عن هالشوايب. وهذا يوم انتهت البداوة كان بالخفجي حول الكويت وجم وشددوه أخوانها بالغصب شالوا بيت الشعر. هو كان جاي من الحسا، هو كان فرامكو وجاي من الحسا معه معدة. كلموها الشركة وقالوا له خلاص ترى عندنا إجازة طويلة ما في شغل، كان في حدث هاك الوقت قالوا ما في شغل تعال خذ معداتك. قام وخذ معداته ووقفن وركب اللوري حقه وروح يم حول الكويت. هنا يوم جاء طال عمرك ما عين أحد، عين على الدار رجالين جالسين ذبحين ذبيحتهم. فكر في الرياجين إلا والله هذول إخوانه. وين البيت وين؟ قالوا البيت كل النزل من ربعك ما في إلا أنت، خلاص كب البداوة انزل المسجد. عاد قال القصيدة لا والله إلا راح دور البداوة ودور الرتاب اللي عليها الشنوفي ومجالس فيها لأهلها طراوة عن هالشوايب والهزيل محذوفي. قالوا تسير قلت ما من فضاوة، قالوا علام قلت عية ظروفي اللي مضاب النفس عن فوق ساوة. هو اليوم أخلي كل عوجا تطوفي واضحك مع اللي كان لي بالعداوة ونصفق وصفقت له بالكفوف. يخاف من دقة خطات العاوة رادي نصيب وناقر له علوفي. عين الغضب تفتح عليك السماوة وعين الرضا لو بك خطأ ما تشوفي. هداج مات وجات غيره إجباوة وشربت. طويلة قصيدة بس هذا اللي مسكتها منه. عين الغضب تفتح عليك السماوة. لا في بيت فصيح عين الرضا عن كل وعين الخطا لو وعين الرضا لو بك خطا. لا الفصيح تعرفه؟ سمعت فيه نفس تمثيل وهذا بدوي ما قد سمع الفصيح ترى. عين البخل من القصص الطريفه لو بالاسد الدولي، مع انه كان له يعني يعتبر قامه في الادب وله شان عظيم، الا انه يقال انه كان بخيل جدا. فيقال انه يوم من الايام دخل عليه رجل وابو الاسد الدولي قاعد ياكل. فدخل عليه رجل والرجل هذا حب انه يلاطف ابو الاسد الدولي عشان يعزمه وياكل معه. فقال له مررت على اهلك. ابو الاسد الدولي يمدلق وياكل. قال الرجل قال مررت على اهلك، قال لهم في طريقك يعني ما تعنيت. قال فوجدت امراتك حبلى، قال ذلك تركتها. قال فانجبت، قال لابد ان تنجب. قال فانجبت طفلان، قال كذلك كانت امها. قال فمات الاول، قال ما لها على رضع الطفلين. قال فمات الآخر، قال حزنا على أخيه. قال فماتت أمهما، هو يبي بس عزمه. قال فماتت أمهما، قال هذا قدر الله. قال أكلك الذي قال لذلك أكلته وحدي. اختصار ما في أمل، ما في أمل. أكلك الذي قال لذلك أكلته وحدي. على ذكم الربح براحتك. وين يا وزوعي؟ قريل من ذا خشمك يا علي. أقل من لكن برد وأنا عطونا سالفة. أنا والله برد ما جالس. ها حتى أنا والله ما داني برد بس عشانكم والله جالست. والله برد يا رجال. تحملنا ولا ندخل والله عشان نسوي. أنا فيها بريد. أنا نقلبها من اليوم. وعين الرضا عن كل وعين الرضا عن كل عيب كليلة. إيه. يا فقال هكذا كذي قال لذاك أكلت واحد. والله شكلك مفرق مجالس يا ابو معجب. يوم جيت تقامز والريجي والله ما توك سابح. والله ما كرجع بيجيك ابو معجب. خذ لك ماما شرب ماما. اسمع انت معاي ولا ترى انا اخترت محمد الملحم وكان السهري. خلاص ما بخلف بعد هذه. انت احسبك انت روع عشان مهبل. طب ليه ما تصير معي؟ انا كنت معك طيب. طب صل معي. لا تغير حلو من الله. نواف انت لي ما تسمع كلامي؟ انت لي ما تسمع كلامي؟ خاص بالملحم يا ولد. انا في واحد اللي على جو في واحد نواف. انت لي ما تسمع نواف؟ انا اعلمكم مصالحك. الجمهور ترى يمل صدق. انت متى الله يسامحك؟ يعني هي كذا يعني؟ انت تفهمني اني انا ما ابغى. خلاص خلاص ادخل. ايه اسمع طال عمر سلام بعلمك. والله العظيم يا ولد ما جاء مجالس يعني يسوي فقره من ناحيه هذا. لا بيجيك مجال ان شاء الله.
والله كلها شف. اليوم بس اليوم ازدحام فقرات. بكرة بعد. بعد سير بعد نفس الشيء الأربعاء. بكرة ما فيه بكرة بس صالة التميز. إيه وبغلا خذها كاش. خذها كاش. ما في شيء ثاني. بكرة بتشوف شيء اللي بيعجبك صدق. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله إذا كان الفكرة نجحت. بإذن الله بتشوف شيء يعجبك. الله يسر الأمور. أوه يا رجولي. الواجهة النفسية ما أدري ليه يوم تصير حلوة النوم ويوم تصير تعب. ترى شف الشيخ هذية لازم تفكر تبتنشغل مع نفسك بتنشغل تبتنشغل مع نفسك تبتفكر وش أقدم وش بقدم أنت حسست أنه شيخنا أنت أقسم بالعكس تفضل فوق حجمه صح وكيف شيخ على قرية بس مو قصة الشيخ بالعيال لا يا نواف أنا شيخ وش أقدم هذا الفكر فيه يا رجل ما أكل فرنسا لو ساعة اللي في راسك قدمه ما في شيء في راسك الدنيا ساعة لازم اللي صح أنا معك لازم تنجح بس ما أرهق نفسي وتعب نفسي وتر عمري وحط نفسي في متاهات لا لازم هم شف فرصة في ذرة يدي سلمان ويلا نمامي في ذرة يدي سلمان والله نعم بخوالك ونعم بحك أوه إله إلا الله يرجولي أبوك أكلم قبل شوي الله كيف الشارع متكلمة ما كنت مبسوط الله يخلي لك إن شاء الله اللهم أمي يرحم شايفك آمين يا رب والمعاني قوية والمعاني قوية توك توك تجي تسأل علي تبي بعد هذا رضاي وينك من سنين وينك وانا في حاجتك دخلنا بعد الشباب شو ندخل خلنا لين يبدأ ذاك يلا دبا ادخل يلا إذا رزا يدي سلمان ويلا نمامي إذا رزا يدي تمر من تمر بيجي يا غازي